يا هلا ومرحبا بكم، والله حياكم الله. اليوم شغل غريب، في بر وسمك، يعني الواحد يستغرب دائما ان فيه يا حاشي يا كبسة حمام، مثرية حمام ولا سمان ولا لا. اليوم الواحد يعني نسهل كل شيء، لازم الواحد يطلع برا ياخذ اي شيء يعجبه. في ناس والله يبون سمك ونبت سمك، وفي مغشاتنا وبنحطها على الجنب. السمك وشو؟ سمك عندنا السلمون وعندنا الكنعد، حطينا شرايح وشغل، بنحط معها بس البصل طماط والفلفل وشويه رشه ليمون، عندنا فلفل اسود والملح، وعندنا زيت السمسم اللي هو السليط. سليط قلقل. اي نعم. شوي ان شاء الله نغلفه بس بالقسطير، وبتشوفون شغل على مستوى الرز بنسويه الحالة ان شاء الله. كم تاخذ وقت على النار؟ ما هي مطولة ان شاء الله، ان شاء الله من نص ساعة الى 40 دقيقة بتكون جاهز. السمك ما يطول، الجمر بعدين هادي شوي. الخطوة الاولى بنحط بصل، وبنكثر بصل تحت لان عشان لا يحترق. شوف كيف نرص الشرايح، حلقات. ايه الحلقات، بس اهم شيء عشان لا يحترق. وبنحط طماط شوي. والخطوة الثانية، شوف الطماط، هذه الطماط خطوة ثانية، برضو نفس طريقة الشرايح. الخطوة الثالثة بنحط الفلفل، لازم يجيك سبايسي شوي. هذه الخطوة الثالثة. الثالثة بسم الله، شوف السمك. هذه الخطوة الثالثة. هذا السلمون. هذا السلمون. يا سلام. هذه الخطوتنا الثالثة، والكنعد الحالة. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام بالله، شوف لوحة فنية. شوف الخطوة الرابعة، فلفل أسود. شوف حركات جايبينها اليوم ترى يا أبو. شوف ما شاء الله، فلفل أسود بس. وبنحط برضه ملح وشوي ليمون لازم عليه، هذا على السلمون بس عشان يجيك نكهة. كان عاد ما تحط عليه ليمون؟ لا ما بحط عليه، لأن أكثر شيء يضبط مع السلمون. ما عاد كفت والله الطاحونة، وحنا ناس عجلين. هذا فلفل اسود؟ اي هذا فلفل اسود مطحون نفسه، بس فلفل اسود ترى ما ضفنا شيء ثاني. بس لا فيه طبعا هذا بس الحالة فلفل اسود، بس عندنا هنا الفلفل الاحمر. عطهم الخطوات صح، انت كل شوي. لا لا لا، بس انه في ناس يقول ليش ما اضفت بها؟ لا ما اضفنا شيء، بس هذا طيب الفلفل الاسود. هنا ما حطيت شيء مرة. فلفل اسود بس طحنا لحاله هذا. طيب والكنعد ما تحط عليه؟ الا فيه كيف هذا هو. بس بدون ليمون؟ لا بدون ليمون. الفلفل الاسود والفلفل الاحمر بس بدون ليمون والملح. ما رايك يا رفاقه في هذه الصوره، في هذا الصبي الشاطر؟ نبغى تقييم الصوره من 10. ما شاء الله، لا قوه الا بالله. واخر خطوه عندنا بس حطها في البصير. والى وعلى الجمر، عشان نمد الجمر نفرشه. ما شاء الله تبارك الرحمن، زي الملة. بسم الله، نحط العيدان الخشب عشان ترفعه بس، ويكون مرتفع وتشب نار ويخلص بسرعة. شوف هذه واحدة هنا، شوف كيف الطريقة، تشب بس العودين تشب وتخلص بسرعة. وهذه الثانية بسم الله. يا سلام. كم تحتاج لها وقت على النار؟ ان شاء الله ما هي مطوله، نص ساعه الى 40 دقيقه جاهز مره ان شاء الله باذن الله. الحين بنزين الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مع السمك رز، نسوي رز بشاور بالسمك ابيض. ابيض نحط شويه بهارات صحيحه تطبخ مع المويه. بهارات صحيحه، ليمون وقرفه ورق غار وهيل واللي هو القرنفل العويدي، بس نطبخ شوي مع المويه. وبنحط الملح بعدين نحط الرز. نحط الملح. هذه عن الشك، هذا رزنا مغسول منقوع تقريبا يمكن 25 دقيقة حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعطيه نار بعد ما نشفت الآن الموية، ننقص بس النار. أهم شيء يطلع الحفار ذي. إيه هذه اسمها جحور النمل. نقص، نحط السمن، سمنها. حط يا أبو اليوم أنت بدل. بسم الله بسم الله. بس 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 خلاص نحط كشنة نار. كشنا الحين نزود شوف ما شاء الله، بنكتمه بس ما نعطيه واجد، 20 دقيقة هو جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف 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 شوف. يا سلام. شوف كيف
بسم الله. سلام. بسم الله. يا سلام. الحين اللون هذا هو لون السمن. سمن. سمن ولا حقها شوية زعفران. ماشي. اسمع اسمع الصوت. لا 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 لا. ليش ما القف أنا اللي سويته. سولو. يا ولد لا يحرق يحرق لا لا لا. يا رب. بسم الله. يا ربي وأنت ربي ها. وش الله. أكبر. سلام. اللي هنا. بسم الله. هات الثاني. بسم الله. هذا الكنعة السولو مرور مده الله. ما شاء الله. يلا يلا نظف. سولو تبارك الله. سعود هدد شوي وجهت طاعت برا. حار. شوف كيف يا ساتر. وهذا حسابنا على سناب شات وفي يومياتنا وبإذن الله تجدون ما يسركم. ولا تنسون الاشتراك في القناة وتفعلون الجرس ليصلكم كل جديد. تضعوا لايك وبدعمكم نستمر.